هي الصافرة التي افتقدناها وانتظرناها ل235 يوما. إذن عودة الكرة للتدحرج في الميادين والتحرك بين أرجل اللاعبين كانت بملعب أشيوت بالعاصمة في المباراة التي جمعت بين الضيف مولودية وهران والمستضيف نصر حسين داي الذي فوجئ بهدف في شباكه في الدقيقة 44 عن طريق ضربة جزاء سجلها اللاعب بوشيشة. بداية المرحلة الثانية كانت بقوة للنصرية، سعمار يعدل الكفة في الدقيقة 46 وهي النتيجة التي انتهى بها اللقاء. المواجهة الثانية احتضنها ملعب الطاهر زوغاري بغليزان بين السريع المحلي ونادي أتلتيك بارادو، سارت على ذات النتيجة. أبناء الأكاديمية بنفس الطريقة التي عودون عليها، التوغل بالتمريرات القصيرة، سجلوا الهدف الأول في الدقيقة 18 عن طريق اللاعب أحمد بن بوعلي. ومع قرب نهاية الشوط الأول وفي الدقيقة 44 حتال يستقبل توزيعة من زميله ويسكن الكرة الشباك ليعدل النتيجة للسريع. ملعب بن عبد المالك بقسنطينة بدوره عاد لاحتضان مباريات القسم الأول، أولها جمعت بين الشباب المحلي والعائد إلى دوري الأضواء بعد غياب طويل وداد تلمسان. هذا الأخير عرف التفاوض جيدا في شوط المباراة الأول وتحكم في زمام الأمور والنتيجة في الشوط الثاني، محتما على أصحاب الأرض تقاسم نقاط المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي. نتيجة التعادل توصلت في المباراة الرابعة لليوم الأول من الجولة الأولى، فشبيبة القبائل سقطت هي الأخرى في التعادل السلبي أمام شباب أهل برج بعرريج وعلى أرضية ملعب أول نوفمبر.